هل يا ترى دلوقتي حاليا في ارز ممكن نسميه ارز مصنع او ارز بلاستيك؟ وهل الرز فعلا بيحتوي على عنصر الزرنيخ ولازم نغسله كذا مره عشان نتخلص من النشا الزايد اللي موجود فيه وكمان برضو نتخلص من عنصر الزرنيخ؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معادنا مع الارز او مع الرز، هنتكلم عن كل حاجه تخص الارز من الاسئله اللي وردت من حضراتكم. بس كالعاده قبل ما نبدا حلقتنا محتاج اذكر حضراتكم ان المحتوى الهادف بيموت بالمتابعه الصامته، تعليق حضرتك ومشاركتك بيوصل الفيديو لعدد اكبر من الناس. في البدايه كده لازم نتفق على حاجه، ان اصناف الارز متعدده. الاصناف اللي عندنا في مصر اللي هو الرز الفلبيني والرز المصري بنسميه رز قصير الحبه، وفي اصناف اللي احنا بنسميها رز البسمتي سواء المزه او السيله او البنجابي او حتى الرز الامريكي، دي اصناف كلها بنسميها ارز طويل الحبه. الارز ده غير الارز ده. معظم الفيديوهات اللي بتتكلم عن موضوع الزرنيخ للاسف ان هي بتنقل نقل مسطره من بعض الفيديوهات الاجنبيه. الاصناف المصريه والاصناف قصيره الحبه امتصاصها للزرنيخ قليل جدا، يكاد يكون منعدم، فما فيش خوف منها. انما المشكله الاصناف اللي بتزرع في جنوب شرق اسيا تحديدا، النبات نفسه، نبات الارز نفسه عنده قدره على امتصاص الزرنيخ من التربه. مش معنى كده ان الرز ملوث بالزرنيخ، ولكن عنصر الزرنيخ من العناصر الثقيله المضره جدا اللي ليها اثار سلبيه جدا على صحه الانسان، ولكن بيوجد بشكل طبيعي في التربه او في الارض. طبعا بيزيد معدلات التلوث بالزرنيخ في التربه مع المناطق المجاوره للمصانع، يعني الملوثات الصناعيه ممكن تكون بتزود الزرنيخ في التربه ولكن هو موجود بشكل طبيعي. والرز بيمتص الزرنيخ من التربه، يعني جذور الرز نفسها بتشوف عنصر الزرنيخ كده في التربه وتمتصه وتخزنه في الاوراق وتخزنه في حبوب الارز. طب هل معنى كلامك كده ان احنا نتجنب الرز البسمتي او نتجنب الرز اللي وارد من جنوب شرق اسيا بكل انواعه، مع ان في اكلات زي الكبسه والمندي والحاجات دي كلها ما بتنفعش تتعمل الا بالرز طويل الحبه اللي احنا بنسميه الارز البسمتي بكل انواعه؟ ده متوقف على نسبه الزرنيخ اللي بيمتصها النبات. معظم الاصناف بتمتص زرنيخ في الحدود المسموح بيها، يعني بتكون مش مؤثره مع الانسان. وكمان برضو غسيل الرز قبل الطهي او قبل الطبخ بيخلصنا من جزء لا باس به من الزرنيخ اللي موجود في حبوب الارز او في نبات الارز. بس هنا لازم نقول حاجه مهمه، تكرار غسيل الرز باستمرار او غسيل الرز كذا مره اي نعم بيخلصني من كميه اكبر من الزرنيخ، ولكن بيخلصني من جزء من بعض الاحماض الامينيه، يعني بجزء من البروتين اللي موجود في الرز. فمش شرط ان انا عشان اطمن على ان الرز بقى خالي من الزرنيخ اغسله كذا مره، لان ده هيقلل من قيمته الغذائيه. وان كان الغسيل كذا مره بيخلصني من كميه اكبر من الزرنيخ، كمان برضو كل ما يكون كميه الميه اللي انا بغسل فيها الرز اكبر من 5 امثال كميه الرز اللي انا بغسله، ده بيكون وسيله فعاله للتخلص من متبقيات الزرنيخ او من عنصر الزرنيخ اللي موجود في حبه الارز. وهنا بنكرر كل الحاجات المتعلقه بالزرنيخ في الارز بالذات متعلقه بالاصناف اللي جايه من جنوب شرق اسيا، يعني مش الرز المصري بتاعنا او الرز حتى الفلبيني، لان ده بنسميه رز قصير الحبه. ده كده فيما يتعلق بموضوع الزرنيخ اللي موجود في الرز اللي عامل رعب عند كتير من الناس بدون داعي. نيجي بقى نتكلم عن الرز الصناعي او الرز اللي فيه منشورات كتيره جدا على الفيسبوك بتقول ان هو رز بلاستيك وبرضه وارد من الصين وجنوب شرق اسيا. بدايه كده مفيش حاجه اسمها ارز بلاستيك، لان ببساطه الرز من الاغذيه اللي بتطبخ، يعني بتتعرض لدرجه حراره عاليه. فلو كان مصنع من البلاستيك، اول ما هنعمل الرز حبه او حبه هنحطه في اي ماده دهنيه، زيت او زبده او سمنه، لو كان مصنوع من البلاستيك ريحته هتبان جدا، وفي نفس الوقت البلاستيك هيسيح ويبتدي يلزق في بعضه وهيبان جدا ان هو مصنع. فمفيش حاجه اسمها ان مصنع بيعمل رز مصنوع من قطع البلاستيك. انما في حاجه اسمها الارز المصنع. ايه الارز المصنع ده؟ في بعض الدول في جنوب شرق اسيا، في المناطق الفقيره، في بنجلاديش، في الصين، في الفلبين، في كتير من الدول اللي فيها مناطق فقيره جدا، بيعاني بعض السكان خصوصا الاطفال من سوء التغذيه نتيجه نقص البروتين اللي موجود في الوجبات ونقص عنصر الحديد وبعض المغذيات. فالحكومات هناك عملوا خلطه كده من الرز الكسر بطريقه معينه، بيضيفوا الرز الكسر ده على بروتين مضاف وعلى بعض الاملاح المعدنيه زي الحديد وغيره، بحيث ان هو الغذاء الرئيسي للشعوب ديت هو الرز. فبيعملوا لهم رز في صوره الرز اللي هم بيطبخوه عادي، ولكن هو رز مصنع من كسر حبوب الرز مع اضافات اخرى عشان يسدوا الفجوه بتاعه عجز البروتين وعجز بعض الاملاح المعدنيه اللي ممكن تعمل امراض سوء التغذيه عند الشعوب ديت. زي بالظبط اضافه اليود للملح بتاع الطعام اللي احنا بنستخدمه عشان الناس اللي مش قادره تاكل بعض الاغذيه البحريه اللي تحتوي على اليود. الملح بيدخل جوه كتير من انواع الاغذيه، كل الناس بتستخدم الملح، فلما يستخدموا الملح ياخدوا معاه اليود وبالتالي نقص
اليود اللي ممكن يعمل مشكله في الغده الدرقيه ما يظهرش عند الناس. يعني فكره تعزيز بعض الاطعمه، بعض الاضافات او بعض المكملات الغذائيه بتعملها بعض الحكومات وبعض الدول عشان تسد عجز معين في المواد الغذائيه او في المغذيات عند الشعوب ديت عشان ما يظهرش او تقلل نسبه امراض سوء التغذيه. ده كده فيما يتعلق بالرز المصنع والرز البلاستيك. طيب المفروض ننقع الرز قبل ما نطبخه ولا نغسله ونطبخه على طول؟ الارز من الحبوب، او الرز زي ما بنقول باللهجه المصريه كده من الحبوب، اللي بيحتوي على مركب اتكلمنا عليه قبل كده اسمه الفايتيك اسيد. كل ما ننقع الحبوب قبل طهيها كل ما بيخلصنا من الفايتيك اسيد اللي ممكن يكون ماده معيقه لامتصاص بعض العناصر، وان كان مش مؤثر قوي مش مهم قوي، بس اذا كنا نقدر ننقع الرز على الاقل ساعه قبل الطبخ ايا كان نوع الرز اللي احنا بنطبخه هيكون افضل للتخلص من ما يسمى بالفايتيك اسيد او الفايتات. وزي ما قلنا غسيل الرز الجيد قبل طبخه بيخلصنا من كميه لا باس بها من الزرنيخ، بس ده في الاصناف اللي احنا قلنا عليها اللي هي الاصناف طويله الحبه زي الرز البسمتي بانواعه، الرز المزه، السيله، البنجابي، الرز الامريكي، رز العنبر، كل الاصناف الطويله الحبه دي غسلها مهم جدا عشان يخلصني من كميه الزرنيخ ان وجدت في صنف الرز اللي انا بشتريه. وطبعا اصناف الرز البسمتي كتيره جدا، وطبعا بيفرق عن الرز المصري ان هو بيتعتق فتره كبيره، يعني مش بيتحصد وبعد كده بنشتريه على طول، لازم بيكون بيتعتق كذا سنه. يعني الرز البسمتي اللي احنا بنشتريه السنه دي بيكون غالبا حصاد 2021 او 2022 او حتى 2020، وده اللي بيفرق اصناف الرز الطويله الحبه عن الرز المصري بتاعنا او الاصناف قصيره الحبه. يبقى خلاص حلقتنا النهارده موضوع الزرنيخ او وجود الزرنيخ في الارز مقتصر بنسبه كبيره على الاصناف الوارده من جنوب شرق اسيا او اللي احنا بنسميه الرز طويل الحبه. لو حضرتك بتطبخي الرز المصري او الرز الفلبيني او اي نوع من انواع الرز قصير الحبه اللي بنعمل منه الكشري والاكل بتاعنا والمتعارف عليه في مصر، مفيش خوف ومفيش قلق من موضوع الزرنيخ تماما. مفيش حاجه اسمها رز بلاستيك، ولكن في بعض الدول بتعمل رز مصنع عشان تساهم في علاج الامراض الناتجه من سوء التغذيه في البلاد دي. يا رب اكون قدرت افيد حضراتكم النهارده بمعلومه، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.